بالإضافة إلى مساهمين مختلفين، أن تكونوا خائفين من مراجعة عن كيفية عمل مدنكم في أزمة المناخ. لذا قدمنا مراجعة للـ OECD وقمنا مراجعة خضراء للـ OECD، وكنا وردنا أن نكون جزء من بلاد الـ OECD، وبحثنا في الهيكل الأخضر وكيفية شمولية الناس والمدن، وبحثنا في عدة العوامل أو الزوايا لتحقيق ذلك من القطاع الخاص والحكومة. تمكننا من فعل ذلك لإعادة استخدام البناء مرة أخرى بطرق عدة على المستوى القومي، وهذا سيجعلنا نستفاد من القمم من النفايات والتي هي جزء من غاز الانبعاثات الحرارية، واستخدام إعادة استخدامها وتقديم مواد أكثر رخيصة أكثر. والجزء الثاني، أننا اعتقدنا أن يكون لدينا معايير عامة للجميع. الآن البلد كيف أن يكون لدينا حوافز أكثر للمدن العمرة الحضرية الجديدة حتى يستثمر القطاع الخاص بمخاطر أقل في هذه المدن. إذا نحن ننشر الطاقة المتجددة حتى نواجه الأزمة المناخية. والجزء الأخير والذي اعتقدت أنه مهم للغاية هو خطط التبني أو التكيف. نعلم أن لدينا أمر هام للغاية بالنسبة للتكيف، لأنه غير ممول، فالقطاع الخاص لن يقفز في الصورة. لذا مهم جدا، لكنه مهم جدا للتكيف المحلي بالنسبة للسبع محافظات التي ستواجه ارتفاع منسوب المياه.